مرت علينا نسمة هواء باردة في شاطئ جميل يعرفه الكثير منا، وهو شاطئ السوادي بولاية بركة. هذه الولاية التي تعد أولى المرافئ الجميلة في ساحل الباطنة للقادمين من الشرق، والساحل في هذه الولاية مليء بالكثير من الخيرات والمناطق السياحية الرائعة، ومنطقة السوادي خير دليل على ذلك. تعتبر منطقة السوادي من أشهر المناطق السياحية على ساحل الباطنة، التي يقصدها عدد كبير من السياح سواء من المواطنين أو الأجانب الذين يجدون في هذا المكان مكاناً مناسباً لقضاء عطلة آخر الأسبوع مع العائلة والأصدقاء. كان وصولنا إلى المكان في الساعات الأولى من الصباح، وقد تفاجأنا بعدم وجود ذلك العدد الكبير من السياح، إلا أنه شيئا فشيئا بدأ الناس بالتوافد إلى المكان وبأعداد لا بأس بها. تتميز رمال شاطئ السوادي بقلة الشوائب مما يسمح للسياح بالمشي وإقامة المنافسات الرياضية بسهولة ويسر على الشاطئ، مع وجود المناظر الجميلة للجزر الصغيرة المتناثرة في هذه المنطقة. ولم يكن هناك أجمل من التنقل بين هذه الجزر على قارب صغير، فركبنا القارب وشاهدنا تلك الجزر عن كثب، وتمعنا في التضاريس الجميلة التي شكلتها بفعل الأمواج. بعد ذلك كان وصولنا إلى أكبر الجزر، وهي الجزيرة التي توجد بها القلعة، فكانت تلك هي المحطة التي توقفنا فيها. كان هذا الدرج الصخري هو الموصل إلى القلعة بمسافة لا تقل عن الكيلومتر ونصف الكيلومتر، وبعد إرهاق وإنهاك كان المنظر الجميل من الأعلى ومن على قمة البرج أفضل راحة لنا. فترة طويلة وعن الشاطئ أصلاً، فاليوم حبيت أزور وأشوف. صراحة شاطئ حلو، موقع حلو ومناسب للعائلات. ومن أكثر الأمور النادرة الحدوث والتي تمكننا من مشاهدتها في هذه المنطقة هي حدوث ظاهرة الجزر لمياه البحر، فبعدما كنا نستقل القارب أصبحنا نمشي على أقدامنا في مكان كان يعج بالكائنات البحرية قبل دقائق معدودة.
تبقى منطقة السوادي مكانا فريدا من نوعه أبدع الخالق في إنشائه وتكوينه، فسبحان الذي خلق.